إذن مشاهدي قناة شو تي في، صباح الخير وصباح النور عليكم في هذا النقل الصباحي المباشر مباشرة من نواحي بن سليمان. أجواء باردة برد قارس هنا نواحي بن سليمان في هذا الصبيحة، صبيحة اليوم الاثنين. كيف دير الجو عندكم توما في مدينتكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة الشعب، قناة شو تي في؟ واش الحال؟ بارد عندكم ولا الجو سخون؟ إذن دائما مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة الشعب، قناة شوف تي في، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذا النقل الصباحي المباشر مباشرة من قلب نواحي بن سليمان. صبيحة اليوم الثلاثاء، أجواء صبيحة اليوم الاثنين عفوا، أجواء باردة برد قارس يعم المكان. صورة أمامكم، إذن دائما مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة الشعب، قناة شو تي في، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذا النقل الصباحي المباشر. صبيحة اليوم الاثنين، أجواء باردة برد قارس يعم المكان هنا نواحي بن سليمان. نتمنى إن شاء الله هاد برود الطقس تعطينا أمطار الخير اللي احنا محتاج ليها بواحد الشكل كبير وكبير جدا، ومازال الارض بغال ما تبارك الله. اذا هذه هي الاجواء مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة الشعب، قناة شو تي في. جو بارد، اجواء باردة هنا نواحي بن سليمان، برد قارس يعم المكان في هذا الصبيحة، صبيحة اليوم الاثنين. الصورة امامكم، اجواء باردة دائما مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تي في، فصباح الخير وصباح النور عليكم في هذا النقل الصباحي المباشر مباشرة من نواحي بن سليمان. أجواء باردة برد قارس يعم المكان اليوم، صبيحة اليوم الاثنين. صورة أمامكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة الشعب، قناة شوف تي في. أجواء باردة برد قارس يعم المكان. إذن دائما مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شعب، قناة شوف تي في، صباحكم سعيد ومرحبا بكم في هذا النقل الصباحي المباشر مباشرة من نواحي بن سليمان. أجواء باردة برد قارس يعم المكان في هذا الصبيحة، صبيحة اليوم الثلاثاء. نتمنى إن شاء الله هذا برود الطقس تاع
تعطينا أمطار الخير اللي محتاجين إلى الأرض بواحد الشكل كبير وكبير جدا مشاهدينا الكرام. إذا مشاهدي قناة الشعب قناة شوف تي في، مابقى لي إلا نودعكم بعد ما كنت معكم في نقل صباحي مباشر مباشرة من نواحي بن سليمان. نقلنا لكم الأجواء العامة الصباحية هنا نواحي بن سليمان في أجواء باردة برد قارس يعم المكان صبيحة اليوم الاثنين. نتمنى إن شاء الله هذه برودة الطقس تعطينا أمطار الخير في القريب العاجل، عطلة سعيدة لكل التلاميذ والناس اللي مسافرة في هذه العطلة الحيطة والحضر. طريق السلامة للجميع، إلى اللقاء مشاهدينا الكرام، نلتقي في بث مباشر آخر مع موضوع جديد مشاهدي قناة شعب قناة شو تي في. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء، تحياتي لكم أينما كنتم سواء داخل أرض الوطن أو خارج أرض الوطن. إلى اللقاء.